الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر أحبتي طلبة تاريخ الفكر، الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بأن هذا من أهم المقاطع التي ربما تتعرضون إليه نتيجة لتداخل العوامل المشتركة بين قضايا التنمية والسياسة والمجتمع. أقدم هذا المقطع القصير والمكثف لحد ما تحت عنوان المظاهر المشتركة لحكم المستبدين. المظاهر المشتركة لحكم المستبدين Common Characters of Despotic Rulers. على بركة الله أبدأ الآن بهذا الصورة التوضيحية، واخترت عنوان من رواية غارسيا ماركيز، إيمانويل غارسيا ماركيز، الجنرال في متاهته، واحدة من رواياته الرائعة جدا التي تشرفت بقراءتها قبل ما يزيد على 25 عاما، واستفدت منها في تشخيص كثير من الأمور. نبدأ إن شاء الله. أقول هنا بعد قراءة ما يقرب من 5000 صفحة عن تاريخ الثورات وحكم الاستبداد، وصلت إلى ما يمكن تسميته المظاهر المشتركة لحكم المستبدين أينما كانوا، في شرق الأرض وغربها، شمالها وجنوبها. غطت القراءة الفترة بين أيام كارل ماركس في منتصف سنوات القرن 19 وحتى نهاية العقد الثاني من الألفية الثانية، نتكلم يعني عن 2020، وذلك باعتبار أن الاستبداد ظاهرة بشرية ولدت مع البشر منذ نشأتهم، وقد لا تنتهي حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. يمكنني تصنيف المظاهر المشار إليها تحت 3 أشكال. الشكل الأول هو المظاهر الخاصة بالمستبد نفسه، شخصيته، كيف يتصرف وكيف يتحدث. الثاني هو المجال الثاني أو التصنيف الثاني، الأشخاص الذين يساعدوه أو الذين يساعدوه في الحكم، صفاتهم وطرق تفكيرهم. الثالث والأخير البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يصنعها المستبد في المجتمع الذي يحكم. نبدأ الآن بهذا الصورة التوضيحية هنا، بأن هذا المستبد يجلس على العرش، أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، لكن الله سبحانه وتعالى قصم ظهره، فبقول اسجدوا وسبحوا بحمدي والناس يقفون أمامه أذلاء راكعين ساجدين من أجل المال ومن أجل العطايا. هنا يجلس على عرش من ذهب. المظاهر الخاصة بالمستبد كما ذكرت لكم، والأشخاص حوله والبيئة التي يصنعها. حببت أن أبدأ هنا بهذا الشكل الغريب، يعني التمثيل الصوري هنا. أذكركم الآن بالمظاهر الخاصة بالمستبد وهي أولا هنا. أولا المظاهر الخاصة بشخصية المستبد. هذا الآن شكل اقتبسته من فري بيك من جوجل، صورة توضيحية محزنة بكل ما في الكلمة، بأن هذا يلعب بالناس كيفما يشاء، وأدوات التنكيل والتعذيب، الشرطة والمخابرات في هذه الحالة في هذه الدولة هنا، التلاعب بالناس كيفما يشاء، تعذيب وحرمان، اعتقال وتنكيل وهكذا. الآن المظاهر الشخصية المستبد، استطعت أن أحصر 11 مظهرا من المظاهر المشتركة، من حكام على سبيل المثال كوريا الشمالية السابقين وربما هذا الآن، إلى حكم الصين من 1914 إلى 1949، ثم طبعا امتدت بعد الثورة الصينية وانتصار الشيوعيين على الوطنيين وما شابه، وبعض ثورات وحكام أمريكا اللاتينية وأفريقيا وهكذا. فهذه المظاهر، أول مظهر وجدت بأن المستبد مصاب بمرض اسمه مرض جنون العظمة، ميغالومانيا. أشرت بالمقطع السابق عن أشكال الجنون، أحد هذه الأشكال هو ميغالومانيا أو جنون العظمة، فهذا المستبد مصاب بمرض جنون العظمة. ثانيا يؤله ذاته، تأليه ذاته، يؤله، يعتقد بأنه هو من نسل إلهي، وأستغفر الله العظيم الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو يؤله ذاته. هنا متدين بالظاهر لكنه فاجر في خلوته.
هنا ضعيف لكنه يستقوي بإرهاب الرعية والتنكيل بهم، ليس قويا المستبد، يستقوي بإرهاب الرعية والتنكيل بهم طبعا بأجهزته من الشرطة ومخابراته وما شابه. هنا يمجد ذاته ويكذب باستمرار عن إنجازاته. كذلك الأمر توظيف طاقم متخصص بالكذب والدعاية وتضخيم خطورة خصومه، يعني لو أنه كان شخص واحد يظن بأنه يحب لا يحبه يكره هذا المستبد، فيضخم خطورته بحيث يجعل الناس كلهم يكرهوه، شخص واحد مقابل دولة. من صفات المستبد هي طبعا قواسم مشتركة وجدتها بين كل المستبدين منذ أيام حدث إحنا الثورة البلشفية في روسيا، لينين وما شابه، إلى هذه الأيام. المستبد يصنع الوهم ويأمر بنشره، لا يستحي، هنا يشبع شهواته على حساب الفقراء والضعفاء، كثير الوعود وقليل الوفاء والإنجاز، ونشر الكراهية بين الناس. هذه الآن أحد عشر مظهرا من مظاهر الشخصية المستبد، مصاب بجنون العظمة، يؤله ذاته، يتدين بالظاهر لكنه فاجر في باطنه وخلوته، ضعيف لكنه يستقوي بإرهاب الرعية والتنكيل بهم، يمجد ذاته ويكذب باستمرار عن إنجازاته، يوظف طاقم متخصص بالكذب والدعاية، محطات تلفاز، وسائل التواصل الاجتماعي ومشابه، وتضخيم خطورة خصومه وإن كان شخصا واحدا، يصنع الوهم ويأمر بنشره، لا يستحي، يشبع شهواته على حساب الفقراء والضعفاء، كثير الوعود وقليل الوفاء، ثم نشر الكراهية بين الناس. هذه الآن المظاهر 11 هذولا وجدتهم تقريبا بين 5000 صفحة اللي قرأتهم عن كل المستبدين من أيام لينين وحتى هذه الأيام بما فيها يعني حاكم كوريا الشمالية. نتابع هنا سياسة فرق تسد، أحد المظاهر الأساسية لكي يفرق بين الناس، يكرههم بعضهم البعض، فيستخدم سياسة فرق تسد طبعا وينفذها تنفذها الأجهزة المعنية بالأمر. ننتقل إلى ثانيا الآن، الأشخاص الذين يساعدوه في الحكم، صفاتهم وطرق تفكيرهم. هذا الآن الجرال هذا من نسل سماوي، هذا الآن يعني المستبد يستخدم السطوة والبسطار والعسكر حتى ينفذ إرادته بالرشوة، بالتقريب والتبعيد، بالمؤامرة على الناس وهالتأمر على الناس وهكذا. هذا الآن الأشخاص الذين يساعدوه في الحكم، تخويف الناس، هذول الآن وظيفتهم صفاتهم يعني بيكونوا مستبدين وسخين بعيد عنكم، يعني أجلكم الله، فبفكر بطرق يعني بيكون فعلا تثير اشمئزاز. فواحد منها تخويف الناس، دائمو الكذب، يحجبوا عن المستبد آلام الناس ومشاكلهم، مشاكل الناس طبعا، جهلة، يزخرفوا له القول، تنفيذ خطط الرعب والإرهاب ضد الرعية، تسويغ القوانين الجائرة، تنفيذ سياسة فرق تسد التي أشرنا عنها قبل قليل أو إليها، إقناع الناس بضرورة الاستقرار، يعني بتلاقي مثلا الحكومة في دولة ما بحاول أن يقرب من الناس كذبا وزورا، يقنعوهم أنه لابد من استقرار لكن بتكون من أجل مصلحة هؤلاء الأشخاص الذين يساعدون المستبد في حكمه، فيحاولوا إقناع الناس بضرورة الاستقرار من أجل مصالح الفئة هذه المساعدة. هنا التلاعب بالمعلومات والحقائق، طبعا هنا التلاعب بالمعلومات والحقائق دائما الكذب والدعاية والإعلام وهكذا، إجبار الناس على إظهار تأييدهم العلني للمستبد، في بعض الدول كانوا يجبروا الناس على الخروج بمظاهرات تأييد وتصفيق للزعيم الملهم، نشر الشك والريبة بين الناس، وتنفيذ سياسة الإكراه والقصر. هذولا أعتقد 12 مظهر من المظاهر التي رصدتها بين معاوني المستبد. ثالثا الآن، البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يصنعها المستبد في المجتمع الذي يحكمه. أنا الآن المستبد الإنسان، لكن في الحقيقة هو عبارة عن شيطان له ذيل. لاحظوا لي هنا الصورة الحقيقية، المستبد قرن وذيل، يعني يتصرف بكون مظهر لابس، يعني يرتدي لباس رائع كبشر، يمشي على رجليه كما يقولون، لكن في الخفاء يمارس كل الخطايا والآثام. هنا البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي
يصنعها المستبد في المجتمع الذي يحكمه، اقتصاد ضعيف وهش، كراهية الناس بعضهم لبعض، لاحظوا هاي من ناحية اقتصادية من ناحية اجتماعية، انقسام الناس بين مؤيد ومعارض من ناحية اجتماعية وسياسية، تناقض ظاهر بين ما يقال في العلن ويقال في السر، الناس تلاقيهم في مجالس عامة يتحدثون عن إنجازات هذا الزعيم العظيم وما شابه، لكن بالسر بينهم بين خاصتهم يلعنونه بالليل والنهار. هنا انتشار الكذب والنصب والاحتيال في المجتمع، خراب البيئة وكثرة التلوث، انهيار التعليم، تحول الطب والتعليم إلى تجارة دنيئة، خدمات صحية ضعيفة وجدتها، تباهي الأقوياء بالاستقواء على الضعفاء، وأخيرا انتشار الجهوية. هذه الآن هي المظاهر التي رصدتها في تقريبا 5000 صفحة من القراءة عن المستبدين منذ العام 1875، وهو بالأحرى يعني منذ العام 1848 اللي هو الكومونست مانيفستو أو ما يسمى البيان الشيوعي لكارل ماركس وإنجلز، حتى هذه الأيام قبل سنتين انتهيت من القراءة وخرجت بهذه القواسم المشتركة وأحببت أن أشارككم بها. أحبة الطلبة والمتابعين، إن شاء الله في لقاء آخر سنقدم درسا آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.